وفي مرة كان يسوع بيتكلم مع تلاميذه وقال لهم: خليكم أمنين بالله، لو حد عنده إيمان في قلبه إن الله يحقق له طلبه، حتى لو قال للجبل اتنقل للبحر هيحصل. عشان كده بقول لكم أمنوا إن كل طلب بتطلبوه بإيمان في صلاتكم هيتحقق. لو في حد غلط في حقكم قبل ما تصلوا اغفروا له عشان يغفر لكم أنتوا كمان أبوكم السماوي.